مرحبا أصدقائي الرائعين، سنزور اليوم الشرق الجزائري وولاية باتنا وبالتحديد دائرة الريس، وهي دائرة تتربع على مساحة 173 كيلومترا وتبعد عن العاصمة ب460 كيلومترا وعن باتنا ب61 كيلومترا. تحد دائرة الريس كل من دوائر شمول وتكوت ومنعى وثنية العابد. مدينة الريس قديمة جدا، كانت الريس عاصمة قبائل غايتولي الذين ثاروا ضد روما. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية أصبح ماستيز حاكما مستقلا لمملكة الأوريس. أكد المؤرخون وصول الفندال إلى المنطقة، لكن ماستيز نجا من غزوهم وتم تشييد نسب تذكاري تكريما لذكراه. في 18 من ديسمبر 1886 أنشئت بلدية الريس المختلطة في دائرة باتنا التابعة لإقليم قسنطينة في الجزائر الفرنسية. في 28 من جويليا 1956 خلال عملية إعادة التنظيم الإداري الذي قامت به الحكومة الفرنسية، أصبحت باتنا ولاية والريس ولاية فرعية. من أهم الشخصيات التي ولدت في الريس هو أبو الثورة مصطفى بن بلعيد، أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني وأحد مفجري ثورة الجزائر العظيمة. ما هي المدينة التي تودون زيارتها في الفيديو القادم أعزائي الرائعين؟ شاركونا في تعليقكم.